أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان the plant of life, prosper and success. This seed will grow along with our people's care. We will plant it in our land, water it with love and hard work. We will surround it with the care and eagerness. And we will hand it to our children to grow and reach the best. We establish the suitable environment for it to grow healthy. And work to support all the elements of life for it. Our dependence is on our people who will lead it to the top. We are the successors who promised to take care of this plant. Hold it and spread its odor to the whole world. The journey of 1,000 miles begins with a step. This step was started by our fathers. We walked until our step reached the space. Our heroes have reached Mars. Our inventors sent the probe. Our children's dreams go beyond the limits of space. We will fight difficulties. We will work hard.
We will overcome all hard circumstances and all the pandemics. So all the world will see this fruitful plant. We are Emirati people. We are the dream makers. We are the future designers. From UAE to the whole world, Expo 2021 overcome the difficulties. The sky is our limit. The stars are our lanterns. We study, work, create, innovate. We never say no to challenges. We are the future of the world. هذا دورنا في إحياء الماضي وبناء المستقبل. ما دوركم أنتم؟ من أجل الآتي، من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا، لن يخلو من عثرات بشر، تلك طبيعتنا، أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو السلام عليكم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق، نبي الهدى، الرسول الأمي الذي علم المتعلمين. وبعد، مدير عام مدارس دبي الوطنية الأستاذ أسامة عجول، مدير مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار الأستاذ مالك الدراتكة، مديرة مدرسة دبي الوطنية فرع البرشة الأستاذ سعاد أبو حرب، معلمين الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، السادة الحضور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله منزل الكتاب ومرسل محمداً خير الأنام، تحية طيبة منا خريجي مدرسة دبي الوطنية لحضور حفلنا الكريم في يوم فاق جماله كل الأيام التي مضت، في يوم حصاد السنين، حصاد الجهد والعمل، في يوم تنتظره قلوبنا وتتشوق إليه أرواحنا، وتحن ليوم نزف فيه كفرسان للعلم والمعرفة. تعلمنا منه الكثير، لم يبخل علينا بعلم أو نصيحة، كان لنا نعم القدوة والأسوة، حمل راية التربية والعلم، وحمل على عاتقه أمانة وضعنا على طريق المستقبل. ظل بابه مفتوحاً للجميع أباً وأخاً، والآن مع والدنا الكريم ومعلمنا الفاضل الأستاذ مالك الترادكة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، أبنائي الخريجين، فرسان هذه الليلة وعطرها وشذاها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اليوم المبارك أن أرحب بكم جميعاً
ونحن نحتفل بتخريج الدفعة 30. هذه الدفعة من خيرة أبناء وطننا الحبيب، كأنها أيام قليلة مرت علينا. بالأمس القريب كنا نهنئ بها طلابنا ببداية العام الدراسي الجديد، وها نحن اليوم نحتفي بهم مهنئين ومودعين لهم بمناسبة تخرجهم، وها هي فرحتنا بهم وقد أصبحوا قناديل معرفة تضيء طريق العلم والابتكار، وقد أضحوا أملنا في غد مفعم بالأمل والنجاح وجسراً للوصول إلى غاية وطننا الحبيب. انطلقنا نحن في مدرسة دبي الوطنية منذ أكثر من 30 عاماً بفضل من الله وإيماناً منا بأن الله سخر لنا العقول والإمكانيات، ووفاءً بما عاهدنا أنفسنا عليه على العمل بكل إخلاص لأجل تخريج جيلٍ على قدرٍ من المعرفة والعلم مواكبٍ للتطور التكنولوجي والاقتصادي، جيلٍ واثق الخطى يسير نحو الهدف المنشود. فقمنا بتذليل الصعاب التي واجهتنا للمحافظة على جودة التعليم وتميز الأداء والإخلاص في العطاء والمحافظة على ديننا الإسلامي وجعله نهجاً ودرباً نسير عليه ويسير عليه أبناؤنا الطلبة. قمنا في هذا العام بتطوير العمل على توصيل المعلومة لطلابنا بكفاءة خلال نظام التعلم عن بعد. واصلنا الليل بالنهار كفريق عمل لتمهيد الطريق وتيسير السبل الكفيلة لإيصال المناهج التعليمية لأذهان طلابنا على أكمل وجه. عاهدنا أنفسنا أن نكون فخر كل طالب وطالبة، وأن تكون مدرسة دبي الوطنية بصمة في رحلة إعمار دولتنا الغالية، بصمة عز وفخر وعلم ونهضة. إخواني، اسمحوا لي في هذه المناسبة باسم الدفعة 30 من خريجي وخريجات مدرسة دبي الوطنية أن أتقدم إلى رئيس مجلس إدارة المدرسة سعادة الأستاذ مروان أحمد الغرير بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على الدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه لنا، وها نحن إذ نغادر هذا الصرح العلمي الرائع بعد أن أمضينا فيه 14 سنة. فإننا ندعو الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يطيل في عمرك لترانا أبناء وبنات أوفياء لما زرعته فينا. أولياء أمورنا الكرام، كنتم لنا خير معين، وكنتم لأبنائكم خير المرشد الداعم لنا في هذه المسيرة المشتركة، وها أنتم ونحن اليوم نحصد ثمار سهرنا المتواصل على راحة أبنائنا وبناتنا. تملأ أعينكم دموع الفرح والفخر، وتملأ قلوبكم الطمأنينة والانشراح بأداء الرسالة وبلوغ المراد. فها هم فلذات أكبادكم قد صعدوا سلم النجاح والجد، أيديهم بأيديكم، وستبقى أيديكم وقلوبكم وأعينكم تحيط بهم من نجاح إلى نجاح ومن فرحة إلى فرحة، وسيبقون لكم بسمة القلب وستبقون لهم نبع الحنان. إخواني أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، هذا الجهد هو حصيلة جهود تضافرت وهمم تجمعت وعزائم توحدت من إداريين ومعلمين وعاملين. أمانة عظيمة حملتموها ورعيتموها حق رعايتها،
وقمتم بها خير قيام، لكم منا كل التقدير والاحترام، ولكم عند الله أعظم الجزاء. أبنائي الخريجين، في العامين الماضيين شهدنا وشهدتم مصاعب وتحديات في رحلتكم العلمية بسبب وباء نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعنكم، وأن ينعم علينا وعليكم بالصحة والعافية، وأن يرزقكم ويرزقنا وإياكم غداً أفضل ومستقبلاً واعداً. كنتم أبنائي خير السند، أعنتم أنفسكم وأعنتونا، لم نلتقي كثيراً بكم جسدياً، ولكن أرواحنا كانت تحرسكم وقلوبنا ترشدكم وتحنو عليكم، وبالكلمة والبسمة حافظنا عليكم. فمن أعماق قلبي النابض أهنئكم وأدعو الله أن يجعلكم سنداً وفخراً لهذه الأمة، وأن تحققوا غاية الله في خلقنا، وهي إعمار الأرض وحسن الخلافة عليها. أدعوكم والتمسك بالخلق الحسن والدين السليم والعلم النافع والشخصية الواثقة الخطى، وتذكروا أن الله وهبكم عقلاً يتدبر ويتفكر ويصنع المعجزات. لا تقبلوا بالقليل من الشيء، وتطلعوا دائماً لغد مفعم بالإنجازات ستصلون إليها بما نهلتم به من علم، وبما ستنهلون به من علوم أخرى. وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخراً لنا ولذويكم ولوطنكم. أبناء الخريجين، نجوم دبي الوطنية، فخر دبي الوطنية، دفعة عام الاستعداد للخمسين، هنيئاً لكم هذا النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ مالك الدراتكة على هذه الكلمات والنصائح الغالية. اليوم تغرد الشمس وترسل مداد أشعتها، وتنير الفرحة والسعادة أنحاء الدنيا. اليوم تزدان الزهور رونقاً بالعلم، وتفوح بأريج العرفان والفضل. اليوم نحصل على ثمار وكنوز الجد والمثابرة. اليوم كل شيء يحتفل بنا، القوافي والأشعار والكلمات والمعاني، والورود تشع فرحاً وتهدينا عبيرها لتسطر لنا أروع أنواع السعادة والبهجة. من مدرسة دبي الوطنية، هذا الصرح التعليمي الشامخ، بدأنا الخطوة الأولى لنا نحو دنيا العلم والتعلم. والآن دعونا نشاهد فيلماً عن إنجازات مدرستنا الحبيبة. Oh, oh, oh.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدًا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. بنينا طريقنا بانطلاقة واثقة راسخة كالجبال، مدعمة بالحب والعطاء والإخاء من معلمين الأفاضل، من مهدوا لنا الأرض وذللوا أمامنا الصعاب وعمقوا فينا الإيمان. ومن هذا المنبر أود أن أشكرهم كل الشكر، فنشهد أنكم قد أديتم رسالتكم على أكمل وجه. والآن مع كلمة الخريجين باللغة العربية والطالب إبراهيم عمر بن فارس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم ومن أرسله المولى رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدير عام مدارس دبي الوطنية الأستاذ أسامة عجول، مدير مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار الأستاذ مالك الدراتكة، مديرة مدرسة دبي الوطنية فرع البرشة الأستاذة سعاد أبو حرب، أساتذة الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، إخواني الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأسمى آيات الحب والعرفان أوجه تحية شكر وإجلال وتقدير إلى قيادتنا الرشيدة الواعية صاحبة النظرة الثاقبة التي سبقت عصرها ووفرت لنا جميع السبل والوسائل التي استطعنا بها تجاوز هذه الفترة العصيبة من تاريخ البشرية، فلكم منا جميعاً الشكر والتقدير والعرفان. مدرسة الحبيبة، مجلس الإدارة، معلمي الأفاضل، ولكل فرد في مدرستنا الحبيبة، لا تستطيع كلماتي أن تعبر عن مدى امتناننا لكم جميعاً، فقد قمتم بجهود مضنية وعمل دؤوب في توفير بيئة دراسية مريحة لنا، ووفرتم لنا كل الإمكانات والتسهيلات، وذللتم لنا كل العقبات خاصة في فترة الدراسة بنظام التعلم عن بعد. نقول لكم شكراً، جزاكم الله عنا كل خير. ولا شك أننا هنا ندين بالفضل أيضاً لآبائنا وأمهاتنا الذين ساندونا وشدوا على أيادينا في كل لحظة، ويقفون خلف ظهورنا عند كل تعذر، فيشحذون هممنا بكلمة محفزة ويقوون عزائمنا بلمسة حانية. فأنتم النور الذي نقتبس منه الحياة. يسرنا نحن الخريجين أن نرحب بكم في هذا اليوم العظيم، والذي نحصد فيه جميعاً ثمرة عام كامل، بل مرحلة كاملة من العمل والجد والاجتهاد والحرص على التفوق والنجاح. وفي هذا اليوم الذي نودع فيه هذا الصرح العلمي الشامخ، سائلين الله لكم التوفيق والسداد، تدق ساعة النهاية بكل حزن وشوق وألم وحنين إلى ساعات أمضيتها هنا في هذا المكان. هنا تعرفت على أقرب الأصدقاء، وقضيت وقتي فيها أجمل لحظات حياتي، وتفاعلت مع أروع المعلمين. وها هي الأيام تجري بنا مسرعة، حاملة معها ذكريات ولحظات سعيدة. ها هي الكتب تغلق والدفاتر تنتهي صفحاتها، ويجف مداد القلم، وتنتهي السنة الدراسية. فوداعاً يا رفاق الدرب الطويل، وداعاً للحظات أمست ذكريات محفورة في ذاكرة الزمان، وداعاً يا ذاك الصرح العظيم الشامخ، وداعاً لتلك الأروقة والأبواب،
وداعاً لتلك القصص والحكايات، وداعاً لأضواء الممرات، وداعاً لطابور المدرسة، وداعاً لصفحة لن تطوى من حياتنا سنستحضرها أينما كنا وكيفما كنا. إنه الوفاء الذي نحمله في قلوبنا العامرة بصدق المشاعر. ختاماً، قد نقف أمامكم عاجزين عن شكركم، لكننا نعترف بفضلكم بعد الله، ونعاهدكم بأن نكون خير من يحمل راية العلم الذي غرستموه فينا، ومن خيرة أبناء هذا البلد المعطاء، وأن نكون درعاً لوطننا الغالي وسيفه الذي يعلي رايته، لتبقى رايته خفاقة في أعلى القمم، وأن نسهم في بنائه والحفاظ على أمجاده. فشكراً لكل يد امتدت إلينا تربيةً وعلماً وحنواً ومحبة، ومبارك لإخوان الخريجين. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الجد والاجتهاد والكفاح، لابد أن ينال المجتهد ما كان يسعى إليه، ومن ضمن أهدافنا النجاح والتفوق والتخرج. ها هي العبارات أنثرها بين أيديكم، وهي عنوان حفلنا الليلة. والآن نشاهد ونستمع إلى مقاطع من كلمات لخريجين سابقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khalifa Al-Mahiri and I'm a DNS graduate back in 2011. Upon graduation, I pursued electrical engineering at the American University of Sharjah. After that, when I graduated, I joined the Mohammed bin Rashid Space Center. And currently, I'm working also along with my colleague Mahmoud Al-Awdi, who's also a DNS graduate. I just want to talk to you about the graduation commencement. I know that during the COVID-19 pandemic, it is kind of hard because it's not what you guys expected. You will not gather up with your friends before graduation, you will not go out with your parents after that or celebrate it outside. But what is more important is that you keep safe. And don't forget that it is called commencement for a reason. It is kind of the opening for a new life for you guys. So never give up on your dreams, never give up on your hopes and goals. Whatever you want to do, whether you want to be an artist, entrepreneur, engineer, mathematician, scientist, doctor, never give up. Don't let anyone let you down. If you fail, take a step back, contemplate the reasons of why did that happen, and take a few steps ahead. Good luck. Assalamu alaikum. معكم أخوكم محمود العوضي، مهندس الأنظمة الميكانيكية على مشروع المسبار العمل. أنا خريج مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار دفعة 2007-2008، وبعد ذلك التحقت بجامعة سيدني في أستراليا لدراسة هندسة الطيران، وبعد ذلك التحقت بمركز محمد بن راشد للفضاء، والحمد لله حاليا على المراحل الأخيرة لمشروع مسبار الأمل هنا في جزيرة تانيكاشيما في اليابان مع أخوي خليفة المهيري الذي هو أيضا خريج مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار. رسالتي لجميع الخريجين، دائما تسلح بسلاح العلم والمعرفة. نحن في دولة الإمارات لدينا طموحات عالية، وبإذن الله لن يتحقق إلا بمجهود الشباب. Hello Dubai National School graduates. First of all, congratulations. We're all very proud of you, but more importantly, you should be proud of yourself. You deserve it. My name is Ahmed Maklai. I graduated from DNS in 2012. I then went on to do my mechanical engineering bachelor from the University of Surrey in England. I graduated in 2017, worked there for a year, came back to the UAE, got married, and I'm currently working as an operations consultant for a real estate firm called Jones Lang LaSalle, or JLL. I would really like to thank the school for inviting me to do this video and speak to you today, but more importantly for introducing me to some great people during my time at the school. Those people were my friends and my teachers. My teachers became my mentors, whose advice still helped me in life.
and did also during my university time. As an advice from myself, I would just like to say to all of you, follow your dreams, believe in yourself, and give it 100% every day. Congrats again, and good luck in the future. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم دكتور أحمد عصام محبوب، طبيب مقيم في قسم الأطفال بالمستشفى هون في مدينة العين، وخريج من مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار سنة 2013. أول شيء أحب أهنئ دفعة 2021 للتخرج. أنتوا ما شاء الله عليكم يعني عشتوا في ظروف صعبة، ظروف كورونا، مع هذا قاومت كل الصعاب ويعني تفوقتوا ما شاء الله عليكم. وأحب أنصحكم أنكم تستفيدون من كل تجربة في حياتكم سواء كانت زينة أو شينة، ودائما توكلوا على الله سبحانه وتعالى واسعوا في طلب العلم. وإن شاء الله أني أشوفكم تكونون يعني زملائنا في المستشفى، أشوفكم برا، أشوفكم الناس الناجحين يا رب العالمين. وشكرا لإدارة المدرسة، الله يحفظكم، مع السلامة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. And now, the graduation speech in English with Ilya Al-Umadi. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dear Director General of Dubai National Schools, Mr. Osama Ajjul, dear Principal of Dubai National School Al Twar, Mr. Malik Al Daradka, dear Principal of Dubai National School Al Barsha, Mrs. Saad Abu Har, dear administration members, dear teachers, dear parents, dear fellow graduates, it is an honor for me to welcome you all here today. Congratulations, graduates. Today is a great day. It is a day to celebrate with your families and friends, a day you have been waiting for since you entered kindergarten 14 years ago. The fireworks begin today. Each diploma is a lighted match, and each one of you is a fuse. For some of you, it is waiting to get out of school and get on with life. It is a time with the old childhood rhyme, no more pencils, no more books. Or in the past couple of years, no more Google Docs, no more Google Forms, describes just how you feel. For many others of you, high school graduation is just the next step in your education. You are headed to a university, a community college, to the daunting task of preparation for the career you want to pursue. But for all of you, as you remove the caps and gowns you are wearing today and carry your tassels and diplomas home, remember this: the diploma you receive today is your insurance policy with a premium paid in full by your hard work over the past 14 years. The value of that policy is heavily reliant on how much effort you put into your education and what you do with it as you go on. Use it. Take advantage of what it offers. It is your key to higher earnings and ranks. Take those experiences with you. Keep close to the student and teacher friends you have made here at Dubai National School, and do well wherever you go and in whatever you do. Furthermore, I would like to thank my parents who have always supported me in my studies and in all aspects of my life. I may not always say how much I love both of you, but I can definitely say I have a big place in my heart only for you two. Thank you, Mom and Dad, for raising me so perfectly. Getting parents like you by my side makes me what I am today. Thank you so much. God has blessed us in so many ways.
But the biggest of them all is our parents. They deserve the best from us, always. Thank you to all the parents in the world. Moreover, I would like to thank the school for providing the students with a comfortable and effective learning environment, particularly during the pandemic, and especially my teachers, who ensured that every student is happy and gets the best quality of education possible. My teachers, you have been the candles that consume themselves to light up our paths. I cannot believe we made it to the end. You were right beside me all along, and for that, I am so incredibly grateful. My fellow friends, you have earned your diploma. Use it well. Congratulations once again to each one of you, and may you all succeed in the years ahead. And one last thing, guys, we did it. Thank you, everyone. مباركين يا طلاب دفعتي، ثمار حفلنا متنوعة، وكلنا أمل في أن نقدم ما ينال القبول والاستحسان. راجين الله التوفيق والسداد، ونتمنى منكم دوام النصح والدعاء. والآن مع أنشودة التخرج. Thank you.
تبشر لي بعينك ولا تتعب بالكلام ولا تتعب بالكلام. أمهاتنا العزيزات، أقول لكن افرحن، فها نحن نزف إليكن أبناءكن اليوم بحلة جديدة، فها هم يتمون هذه المرحلة الثانوية ليصلوا إلى ما هو أعلى. ندعو الله أن يحقق ما يصبون إليه وأن يحقق للجميع مراده. قضوا في أروقة المدرسة أكثر من 12 عاما، حفرت في ذاكرتهم أجمل الذكريات، عاشوا في دبي الوطنية طلابا، وعاشت فيهم قيما ومبادئ، تربوا وتعلموا على أيدي أكفأ المعلمين، وغرسوا فيهم الإخلاص لدينهم وحب وطنهم والعمل لرفعته وبنائه. إنهم طلاب الولاء، فليتفضل بالوقوف جميع الطلاب الذين كانوا في المدرسة من الصف الأول ابتدائي في أماكنهم لتحيتهم.
أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. والآن مع فقرة زيارة الأول على دفعة البنين. باسم أعضاء الكادر الإداري والتدريسي أحببنا أن نفد إلى بيت الأخ محمد درويش العمادي للمباركة ولتكريم ابننا علي محمد درويش العمادي على حصوله على المركز الأول على مستوى خريجي طلاب مدرسة دبي الوطنية للعام 2021. ها قد وصلنا إلى فقرة الختام، إلى بساتين الوداع وورود المحبة. يتفضل الأستاذ أسامة عجول والأستاذ مالك الدراتكة لتخريج الطلاب. الطالب علي العمادي الأول على الدفعة، First Place High Distinction Award. السادة الحضور، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نوجه جزيل الشكر والتقدير لتشريفكم حفلنا، فقد سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. ومع الحب لن نقول وداعا، ولكن إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. والآن مع فقرة التقديم. تولف إيور على المسرح.
عبد الله حسين سيد محمود الجسمي. عبد الله أحمد عيسى محمد المرزوقي. أحمد مراد إبراهيم حمزة. أحمد محمد بلال محمد بلال. علي محمد درويش علي. ضياء الدين شوية. الجيلاني أحمد الجيلاني. فيصل فؤاد محمد أحمد أبو بكر. حمد عبد الله جمعة عبد الله صالح. حامد محمود معصوم. حمزة عبد القادر شيخ الزور. جايدن العقلة. مايد علي هاشل. محمد يحيى عبد الرحيم. عمر حسن علي. عمر ثروة حسين منصور. قصي مصطفى نمر. سعيد حميد سعيد حميد الحوسني. سيف عبد العزيز إبراهيم سالم. سامي راشد محمد محمد. يحيى جمعة أحمد ماجد الغرير. صورة جماعية. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear group
A students of our graduates for the year 2021. Today, the Thursday, the 24th of June 2021, I officially announce your graduation. So will you please move your tassel from right to left? تفضلوا 12 فار إلى المسرح. عبد الله خالد عبد الله. أحمد عدنان القناطي. علي أحمد حسين عبد الله الناصر. علي محمد سعيد الجسمي. أنا الشريف العوضي. فيصل محمد علي العياصرة. هاني موسى أحمد. حميد خالد علي محمد سالمين بن سالمين السويدي. إبراهيم عمر بن فارس.
مايد محمد آل محمد. محمد أحمد ناصر الخاجة. عمر محمد مصطفى. عمر محمد محمود مصطفى حسنين. سيف سالم بني حماد. سلمان صلاح العوضي. سلطان بن عامر الجابري. يمان كفاح إبراهيم جزماوي. Dear Group B students of our graduates for the year 2021, today I would like to announce your graduation. So will you please move your tassel from right to the left, please? Thank you. Congratulations. Sora Jamaia. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلقى تفضلوا بالنزول على المسرح فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا خروج موكب الخريجين الوقت أسرع ذاهب ومضى حتيفا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق وظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيقة تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا على باب التخرج حوما في عام 2009